احنا بندعم السيد رئيس بتاع السيسي لفتره قادمه لما بذل وعمله، وهو فعلا انقذنا من فتره كانت البلد راحة فيها الله اعلم بيها. واحنا بنبص الدول حوالين مننا زي ليبيا والعراق وسوريا بنشوفوا بيعانوا فيهم وقد ايه، لكن الفضل من ربنا ان ربنا سخر ناس وسخر عبد وبشر اللي هم يكونوا سبب من اسباب القضاء على الارهاب اللي كان عندنا خالص. واحنا بنطالب ان شاء الله السيد عبد الفتاح السيسي ترشيحه لفتره ثانيه، واحنا كجمعيه ابناء الدخيله بنأيده قالبا وكل اللي فيه بأيده فيها، لان الراجل ده يعني ما فيش كلام وما فيش غبار عليه، كفايه اللي هو انقذ البلد من 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 مرحله كانت راحه المرحله ربنا يعلم من هو عليها فيها. واحنا ان شاء الله بنلعب في التحسين الفتره الثانيه ان شاء الله.